باشمهندس، ما هو حجم الإنتاج المصري من صناعة الأجهزة المنزلية بالأخص، ولو هنتكلم الآن ومستقبلا، يعني إيه اللي إحنا مستهدفينه في المستقبل؟ يعني حضرتك بنتكلم، لو بنتكلم اصل انت عارف الاجهزه المنزليه متنوعه، يعني آه لو طبعا. بنتكلم على بوتاجاز فالبوتاجاز في حدود من 2.5 ل 3 مليون بوتاجاز بيتعمل في مصر، وزي ما قلت لك 3 في 6 ب 18 مليون محبس. احنا محتاجين من 18 ل 20 مليون محبس اللي احنا بنتكلم عليه، اللي تم افتتاح المصنع أمس. بالامس في الهيئه صحيح العربيه للتصنيع. صحيح. فاحنا محتاجين كتير، كل مكون بنعمله بيقلل التكلفة، بيوفر دولار، بيعمل حاجات كتير جدا. لما باجي اصدر بدل ما كنت بستورد بدولار وبقى ارجع اصدر بدولار، لا انا حاجتي عندي في مصر واصدر بدولار، بقى دولار داخل بس مش خارج، ودي لمصلحة كل الاقتصاد بتاع البلد. أكيد طبعا. واللي هقول لك عليه تاني ان احنا في الاجهزة المنزلية بصفة عامة ماشيين في ان احنا نعمل حاجات كنا بنستوردها بنعملها في مصر زي دلوقتي. ايه يا فندم؟ زي بالنسبة للتكييف، تكييف اكبر حته فيه واغلى حته فيه هو الكمبريسور، احنا بنسميه الكمبريسور في السوق او اللغه الدارجه بيسموه الموتور دوت. في فعلا شركه جت بالاشتراك مع شركه مصريه، وان شاء الله في اطار ان خلال سنه سنه ونص نبتدي انتاج اول، لاول مره في مصر، اول كمبريسور او اول مكبس او كباس للتكييف في مصر، ده اول عظيم. مره. فاحنا ماشيين في الاطار دوت ان احنا بكل ما هو مستورد بنحاول نعمله في مصر، بنقل التكنولوجيا، لان ما ينفعش نعمل حاجه في مصر ما كناش بنعملها من غير نقل تكنولوجيا، من غير ما نجيب النو هاو او حق المعرفه بحد شريك من بره. لكن الحقيقه بالنسبه لعرب التصنيع هم اللي عملوا الحقيقه، ده سبق ليهم هم. من غير اي براءة شريك اختراع. اجنبي، من غير اي شريك اجنبي فكرة الحقيقه، وده كويسة. يحسب للهيئه العربيه للتصنيع. لكن بقيه الشركات لازم النو هاو، لان لا نملك حق المعرفه، لازم نقل التكنولوجيا. يعني اول حاجه في الصناعه عشان نمصر او نعمل لوكاليزيشن او نعمل تعميق تصنيع محلي لازم نقل تكنولوجيا من الخارج، ده مهم جدا. يعني